الحقيقة أنا شايف إن المشاركة النهاردة رائعة، استكمال للمظهر الرائع والمشرف والإيجابي لأنديه المصريين بالخارج. النهاردة شايفين إقبال غير عادي من المواطنين، حالة استفاف وطني غير عادية دعما للدولة المصرية. كل المواطنين بيشاركوا بكل حرية، كل واحد بيختار بيمارس حقه الدستوري. النتيجة في النهاية إن نتيجة هذا الإقبال سيرسم الشعب المصري خريطة مستقبله لستة سنوات قادمة. يعني أنا بدعو المصريين، وأنا كل ثقة بإقبالهم على صناديق الاقتراع، وأعتقد ده واضح من قبل فتح صناديق الاقتراع. إحنا هنا في شبرا أعتقد إن كل يعني المتابعين شافوا إن منذ الصباح الباكر في حشود هائلة أمام المقر الانتخابية ونقاط التجمع اللي جاهزها حزب المستقبل الوطني لحزب المواطنين. أعتقد إن هذا الإقبال سيستمر حتى نهاية اليوم وأيضا في الأيام المقبلة، الأمر اللي بيأكد إن ملايين الناخبين هيشاركوا في صناعة مستقبل وطنهم خلال الفترة القادمة. أعتقد إن حالة الأمن والاستقرار والسلام اللي تحققت على أرض مصر خلال الفترة الماضية ساهمت في هذا المشهد الانتخابي اللي فيه تعددية حقيقية من خلال طرح أربع مرشحين من مختلف الاتجاهات والرؤى. أعتقد هذا التنوع سيصب في مصلحة المصريين وسيزيد أيضا من الإقبال على صناديق الاقتراع.